قول لي يعني اكيد ليك مثلا يعني تخطيط او اجنده، اي لاعب بيبقى له اجنده. طب الاجنده بتاعتك الفتره اللي جايه نقول 6 شهور ايه؟ يعني ان شاء الله انا مركز بس في البطوله اللي هي اللي جايه دي على طول في مول العرب ان شاء الله، بطوله كبيره جدا بالنسبه لي ان انا اخشها اصلا او ابقى من ضمنها. ان شاء الله نعمل حاجه كبيره تليق باسم النادي الاهلي، وان شاء الله يمكن ناخدها يعني ان شاء الله. وبعديها ان شاء الله رايحين على بطوله العالم على طول، طبعا بطولتين كبار ورا بعض محتاجه تركيز كبير جدا. وبعديها ان شاء الله عندنا بطولتين في انجلترا، بعد كده الدنيا بقى ترجع تفتح تاني بقى. يعني خلاص دول اللي هم البطولات الكبيره اللي عندك الكبيرة، بس في النص وارد يبقى في بطوله او اتنين صغيره. في وارد، بس دايما احنا بنلعب بطولات الكبيره اللي هي بتبقى نقط كبيره عشان نقدر نخش البطوله اللي هي يعني بتاعه الثمانيه اللي هي اللي جايه كمان اسبوعين، احنا بنحضر ليها برده للسنه الجايه وكده، فدايما بنعتمد ان احنا نخش البطولات الكبيره عشان نلحق يعني. طب انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه، اكبر مشجع لمصطفى مشجع بابا، دي حقيقة. صح؟ حقيقة طبعا. يقعد بره مش ممكن. ده عيد ميلاده خلاص، هو كمان كام ساعة. والله كل سنة وهو طيب طبعا، كل سنة وهو طيب. لا طبعا تشجيع كبير من العيلة، دعم كبير جدا طبعا في كل البطولات اليوم معايا طبعا، وبحب أشكره جامد جدا على الدعم الكبير ده من وأنا صغير يعني، لولاها ما كنتش هبقى حاجة، الحمد لله بعد ربنا يعني، فأحب أشكرهم جامد قوي. أكيد، وكمان أنت أخوك بطل. طبعا. الأصغر منك. الأهلي بقى، ما هي جيل بيورث جيل بقى. ما شاء الله يعني، ما شاء الله يعني الجينات هي بتبقى أسرة كده، جيناتها مثلا ماشية في كرة السلة، أسرة جيناتها ماشية في السباحة. أنتوا ما شاء الله كان اكتشاف، يمكن بداياتك أنت بدأت متأخر. لا متأخر، كنت بلعب كورة. ايوه، ما باباك كان لنا الكلام ده، كان معانا. انا كنت بلعب كوره، ما يعني السكوش ما كنتش داخل فيه. في الجزيره بس انا بقالي كتير قوي في الاهلي الحمد لله، بقالي اكتر من كنت في الجزيره. بقولك بدايتك كانت كوره في نادي الجزيره. ولعبت سكواش اللي هو يعني كان عمك بيمرن. ولعبت كده. بس سبحان الله يعني بتختار طريق. طبعا 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 كل حياتي فيها دلوقتي يعني. طيب.